غرفتي، سريري. ما حدا رح ياخذكم مني، ما حدا. ليه تأخرت حبيبي؟ هلا خلصنا أنا وآدم شغل. ما شاء الله مش الحال. رح أرد هلا كله تمام. لوين بتحب نروح؟ فكرتك مخطط لمشروع السهرة. ليك مش أنت معودتيني إنه حياتنا تكون مشتركة؟ طب يلا دور. أنا مفكر على الطريق. حاضر. مساء الخير نجاة. مساء النور يا ابني. طمنيني كيفه؟ الحمد لله. لورا بالاوضه عم تردع البنت، بتحب حضر لك العشاء هلا؟ يا ريت يا نجاة لانه رح اقوم من جوع. سلامة قلبك، ربع ساعة بيكون كل شيء جاهز. يسلموا لي هديات. مشتاق لبنتي وريحة بنتي. اتركها صار وقت نومها. شو يعني رح اسهر بلاها الليلة؟ مين قال؟ هلا بنتك بتنام كم ساعة بترجع بتوعى بتسهرنا كل الليل. ما قلتي لي كيفك انت؟ ظاهر انه جاية اخذتك مني. بالعكس، جاية قربتني منك اكثر وقوت الحب اللي بيناتنا. شايف ما احلاها؟ بسمع انه مستقبل الطفل بترسمه لحظات الحب الاولى اللي بتعطيها امه مثل ما بتعمل انت هلا. عم بحلم بالنهار يلي بدي اشوف فيه جايه لابسه المريول ورايحه على المدرسه. هيدا مش حلمك لوحدك، هيدا حلمي انا كمان. بتعرفي لشو بحاجه انا هلا؟ لشو؟ لاي شيء بيأمن لك السعاده، حتى رد جزء صغير من اللي اعطيتيني اياه. يلي عم تقوله بكفيني ادم. لو عارفة انه وجود جايا رح يخليك تصير شاعر كنت جبت لك اياها من زمان. مش جايا اللي خلتني اصير هيك، الحب لورا. الحب بخلي الرجال يصير شاعر لما بيكون في حد انسانة بهالجمال ورائعة مثلك. لورا انت خليتيني اسعد رجال بالعالم. حياتي. عملت لكم قهوة، وين بتحبوا تشربوها؟ نشربها هون حبيبتي، ما في مشكلة، أنا مني غريبة. مثل ما بدكن. عذبناكي. ولو، شو العذاب هيدا؟ طيب إذا عزتوا شي أنا برا. عذبناكي. خدي نجوى حبيبتي، خدي اشربي قهوتك. معقول يعني جوزي عم يخوني كل هالفترة وأنا مش حاسة على شيء؟ صحيتك بحياتك لميا، مش رح اسكت له عليها، بدي جرسه وشرشحه بين كل الناس. وبعدين شو رح تستفيدي يا نجوى؟ ما الجرسة والبهدلة يا حبيبتي رح تطالك أنت كمان. شو يعني؟ ابلع واطلع على السكت؟ وغلط إنه تتطلقي. هيدي نزوة بتمرق يا نجوى. ما تقولي لي نزوة. النزوة بتكون مرة مرتين، مش بيجي بوحدة بعيش وياها بفرد بيت. لا، وين شو هالشرشوحة؟ وقت اللي فتحت لي باب البيت عرفتني عن حالها انها مرته. وانت عم تقولي لي غلط تطلعي وانا كرمتي ما بعمل لها حساب.
يا نجوى يا حبيبتي، شيلي لي موضوع الكرامة على جنب هلا واسمعي شو بدي قلك. إذا لحقتي وتطلقتي أنت وعماد يمكن يلاقيها حجة ويتركك ويروح لعندها. وشو بتكوني كسبتي من كل هالشغلة غير الجرصة والبهدلة أنت؟ ليش؟ أنا اللي غلطت مثلا لحتى أسكتوا عن القصة؟ لا، بس ما تتركي مجال لحدا يشمت فيكي يا نجوى. صدقيني إذا انكشفت القصة والناس حكيت فيها، أنت أكتر وحدة رح تتأثري مش هو أبدا. بس أنا مستحيل أبقى مرته، بعيد بدي إيه لبيا. إذا مصرة تتركيه مع أنه أنا ضد هالشي، بس تركيه على السكات وخلي هالقصة ضمن حيطان بيتك، ما تسمحي لها تطلع لبرا أبدا. يا نجوى يا حبيبتي، نحن ما عدنا شباب للناس تبرر لنا، وصدقيني يمكن هاي القصة تأثر على مستقبل أولادك إذا حقتي وكبرتيها. ما أنا ما حرق لي قلبي إلا هالولاد، ما يغرك طول كل واحد منهم. ياسمين وشادي بعدهم صغار ترايا. تقبريني والله فهماني اللي عم تحسي فيه، بس هلأ لأنك جوات المشكلة بكرة بتنسي وبتكفي حياتك عادي. إحساسك كتير قاسي يا لبيا. خلص يا حبيبتي خلص، والله القصة مش مستاهلة هالقد. بكرة الزمن بحل أكبر مشكلة قد ما تعقدت. صحيح الزمن بحل كل شيء، بس قديه باقي بعد من العمر وقت للصب. الله يطول بعمرك يا نجوى ويصير مثل ما بدك.